السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعة اللي هو المطبخ ديالكم، وكنتمنى لكم عواشر مباركة مسعودة، تلقاكم صحيحة وراحة البال والرزيق والنجاح للجميع. اليوم ان شاء الله غادي نحضر مملاحات كيجيو لذادين بزاف وكيعطيونا كمية كثيرة. المرجو مشاهدة الفيديو انخراط في القناة، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. الان ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندنا كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات، عندنا 150 مليلتر ديال الزيت، عندنا جوج معالق كبار نتاع المطرد، عندنا 4 القطع نتاع الجبن المثلات، عندنا 250 غرام ديال الزبدة، عندنا معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الثومه بودر، عندنا معلقه كبيره ديال الفلفل، عندنا كيس من 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، عندنا 3 البيضات. الماء للعجينه، هادو بالنسبه للعجينه. بالنسبه للتزيين، داكشي اللي كيكون عندكم في المنزل راه يمكن لكم تزينوا به. انا غادي نعطيكم عده افكار وانتم كيبقى لكم الاختيار. الاساس هو العجينه. هنا الزبده درناها في كاسرونه كنردوها فوق النار، كطيب هاد الزبده حتى ما كيبقاش فيها ديك الماء وكتولي لنا على شكل انوازير. هنا الزبده ديالنا اول مره كتكون كدير واحد الفقاعات بزاف، فبالتالي كتبدا كدير واحد الفقاعات فوق منهم بحال واحد الرغوه بيضاء. هنا هانتوما تشوفوا اللوين ديالها وكتطلع لها واحد الريحه رائعه. هنا غادي نزيد هذا الكاس ديال الزيت فوق الزبده، غربت الدقيق في القصعه، درت الجبن، درت لاموطار، هنا غادي نزيد الملحه، الثومه بودر، واللي ما عندوش الثومه بودر يمكن له يعوض ثلاثه د الفصوص ديال الثومه يحكم في حتى كرقيقه، الفلفل، الخميره الحلويات. هنا غادي نخلط الجميع، يعني حتى الرمل هذا الجبن هكا نخدمو. هنا غادي نزيد جوج بيضات، نفس الشيء نعاود ندخلهم في الدقيق. هنا الزبده ديالنا والزيت راها غير دافيه، غادي نزيدها الخليط، هنا انتم تشوفوا هذا الشيء اللي كيبقى في الكاسرونه ديال الزبده. هنا غادي ندخل الخليط، هنا هانتوما تشوفوا راني بسبسته كامل دخلت فيها ديك الزيت غير هكا بالمعيك بيدينا حتى ما بقاش عندنا الدقيق كيبان. هنا الا بغيتوا تذوقوها وبغيتوا تزيدوا الملحه، بغيتوا تزيدوا الحار، راه ممكن، ولكن هاد المقادير اللي عطيتكم راه كيمشيو غايه. هنا عندنا الماء بارد، هنا الماء ما كنقطوش الماء ونكبوه، حنا كنديرو غير هكا في الحفينه في يدينا وكندخلو، ما خصناش نجريو العجينه ديالنا. المويه اللي درناها كنحاولو ندخلوها وكنضغطو على العجينه، حنا راه ما نزيدوش واحد الماء، واحد الكميه كبيره ديال الماء، هكا غير اللي جمعناها كنتحجوها باش هذه اللي كتكون هكا مفرتته هكا هي اللي كنفزكم. هنا العجينه ديالنا راه دخلت لنا 150 مليلتر ديال الماء، كاس بالكاس العلبه. هنا العجينه تشوفوا هالقوام ديالها، وما كندلكوش كاع العجينه بالكف ديال يدينا، راه حنا غير بالصبعان باش كنخدموا العجينه. هي تجمعات، هنا غادي نقسموا العجينه ديالنا على 4 الكويرات وغادي نديروها في البلاستيك الغذائي وندخلوها الثلاجة. العجينه اللي كنعجنوها بالزبده وكنطلقوها بالدلاك ضروري ما كندخلوها للثلاجة 30 دقيقه عاد باش يمكننا نخدمو بها، لان الزبده كتكون سخونه ما يمكنش نخدموها والزبده مازال سخونه، كنديروها في البلاستيك الغذائي وندخلوها للثلاجة. كما سبق لي وقلت لكم هاد المملحات كيمكن لكم تقدموهم باي فكره. هنا عندي القرقاع مطحون، عندي البوافو،
عندي السودانية، عندي الكرافس ميبس، الزنجلال البيض، هذا رقائق اللوز، اللوز إفيلي. هنا جبنا كويران، ديك الربعة الكويرات اللي عندنا درناها ضروري باش نديرو هاد ورق الشم، وكنغطيو هكا من الفوق. علاش كنديرو هاد ورق الشمع؟ هذا كيساعدنا على باش نطلقو الحلوة ديالنا كيما بغينا، يعني وكتجينا ساهلة في الخدمة، تجي مقادة كنقادوها كيما بغينا، لأن إلا مدرناش الورق ديال الشمع كيمكننا نديرو الدقيق. الدقيق العجينة الأخرانية مكتبقالناش بحال العجينة الأولانية، كتقصح لنا، هذا كتساعدنا على الخدمة. هنا العجينة ديالنا رحنا كتناها رقيقة بزاف. هنا كنجيبو واحد المسطرة وكنعبرو، كنديرو جوج سنتيم وكنتراسيو، غنوريكم هنا، هنا جوج سنتيم تراسيت في الوسط، جوج سنتيم تراسيت، وهنا جوج سنتيم تراسيت. هنا باش نقطعو، باش القطيبات ديالنا يجيونا تقادة وحدة، حنا كنبداو من هنا. هنا فين كاين عندنا في الوسط تراسينا، هنا في الاخر. هنا هاد العجينه اللي كنحيدو من الجناب كنقادوها، ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها هكا وكنردوها في البلاستيكه، تنزيدوها مع العجينه اللي مازال عندنا. هنا غادي ندهنو بالبيض، نحرك البيضه، ندهنو العجينه ديالنا بالبيض. هنا راه عندنا البيض، البيض كامل صفر وبيض، كندهنوها مزيان. هنا غادي نديرو القرقاع، هنا كيما سبق لي وقلت لكم هادشي كيبقى اختياري، راه يمكننا نديروها غير هكا، يعني نديرولها من الفوق غير الفلفل او السودانيه اللي بغينا، داكشي اللي بغينا في المكسرات، اللوز، كاوكاو، حتى هاد المكسرات وهادشي باش كنذوقو، راه ماشي واحد الكميه كثيره، راه كميه قليله، جوج دراهم من هنا، ثلاثة دراهم من هنا، راه ما كيدخلناش بزاف. كنجيبو هكا الكلاك وكنديرو، ما كنضغطوش، راه حنا غير كندوزو دوزة خفيفة باش يلصقنا، راني ما بركاش، لحقاش إلا بركنا بزاف العجينة ديالنا غتلاقا. هنا غادي نقطو هاد القطع ديالنا، وغادي نعاوتاني كنوليو هكا. قطعنا دابا هكا، دابا نقطعو هكا. هاد التقطيعه هادي تقريبا راه كنخليو ديك 10 سنتيم 12 سنتيم من القطيب وكنقطعو. هنا كنجيبو لاطريقه تدخل الفران، درنا لها ورق الزبده. هنا غادي نحطو هاد المملحات ديالنا، هانتوما تشوفو كيتهزو واحد السخونه. هنا طلقت العجينه كما طلقتها اول مره، عبرت 4 سنتيم وطراسيت في الوسط في الجناب هكا، وكنقطع كنقطع، دهنتها بالبيض. دابا غادي ندير هذا، نتذكر السميه ديالو، الكرافس. هذا راه الكرافس اللي راه سبق لي واحد درتو لبستو معاكم، الا بغيتو تشوفو هاد القاف على القناة، كيعطي واحد الريحة زوينة. هنا هذا النص درتو كنمشي للكرافس. تاني غادي نديرو بالسودانية، هادي السودانية هي اللي راه سبق لي وحضرتها في المزيل. يعني هنا العجينه ديالنا راها كاريه، كنجيب لها الكنيت هذا، هاد الجن، وغادي نقطع هكا، غادي نمشي حتى لهاد الكنت هذا. هكا غادي نجي لهاد الجنيب هذا، وغادي نعاود ثاني. هنا تقطع داكشي اللي خلينا هنا، ديك 4 سنتيم كنخليوها هنا، كنخليوها وحنا غاديين وحنا كنقطعوا الا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. شوفوا التقطاع ديالو كيف تجي، حتى في الهسان راه كيجي ساهل باش كنهزوه. غادي نديروه في اللاطه،
هكا غادي نكملو ديال الجنجبير الابيض ديال البوافون نفس الطريقه. كيبقى لكم غير تقطعوا الطريقه اللي نتوما بغيتو. الفران راه عندي سخون، ندير لاطا من الفوق والنار من التحت، النار كتكون مهيله لان المملحات خصهم يطيبوا على واحد النار كتكون مهيله. من بعد ما كدوز 20 دقيقه كنراقب الفران ديالي، الا شت المملحات تحمروا من التحت كنهبطهم وكندير النار من الفوق، النار كتكون مهيله مهيله بزاف الا حتى كيتحمروا. المملحات ديالنا ها هما واجدين، هذا بالقرقع، هذا بالكرافس والسودانيه، هذا بالزنجله الابيض والقليل من السودانيه، هذا بالبوافون، كلهم كيجيو لذادين ورائعين. وهذه الكميه هذه اللي صوبت راها عطاتني كيلو و300 غرام. بالنسبه للاحتفاظ، البلاستيك الخاص بالمجمد كنعقدوه مزيان وكنحتفظوا به غير فشي توبينا او سطيل كيبقاو مده طويله. كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها. المرجون خيرات في القناه، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.